عايز اكمل مع حضراتكم الشعوب العربية. شفنا السيسي في عيون العرب. طيب ما تيجي نشوفه في عيون الجيران مثلا. تعالى انتوا، انا عارف في ناس بتاخد كلام اردوغان بيفرق معاهم ونظرته للناس بتفرق معاهم. تعالوا نشوف اردوغان قال عنه ايه. رجب طيب اردوغان رئيس الدوله التركيه اللي بيشتغل في السياسه من التسعينات وفي الحكم بشكل رئيس جمهوريه او بشكل رئيس وزراء من سنه تقريبا 2000 حوالي 20 سنه. ازاي بيتكلم عن عبد الفتاح السيسي؟ تعالوا نشوف مع بعض. Batı, Batı'nın sesini duyuyor musunuz? Herhangi bir bu noktada ne yaptı, ne etti diye bir şey var mı? Yok. Hele hele bir gencin ifadesi ki bu çok çok dokunaklıydı. Ne diyor? Eğer bana verilen elektrik, eğer bu hakime söylüyor, sana verilseydi Enver Sedat'ları sen çoktan idam ederdin diyor. Ve ne kadar elektrik verildiğini söylüyor. Bakın bu çok enteresan. Mısır'ı 20 yıl aydınlatırdı diyor bana verilen elektrik. Şimdi şu gencin halini düşünün ya. Ve bu genç bu şekilde idam ediliyor. Bu ne biçim işkencedir ya. Ondan sonra yok bilmem işte sen söyledin, böyle konuştun. Ya tabii konuşur ya. Böyle bir işkence yapılan bir insan ondan ne istersen her şeyi konuşur. O da tabii ona onu söylüyor. 20 yıl diyor Mısır'ı aydınlatır diyor. Sana bu diyor verilmiş olsa sen de diyor nice Enver Sadat'ları aynı şekilde götürürdün diyor. Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum. Aracı olanlar oluyor, geliyor zaman zaman. Ben böyle bir kişiyle asla... Aslan, ma qabelş واحد زي ده ابدا لانه قاتل وبيعدم الشباب بلا وجه حق وبلا يعني حتى شكل من اشكال التقاضي كلها مسرحيات. ترامب قال عنه ايه قبل كده؟ ترامب قال عنه القاتل اللعين. طبعا لفظ بالانجليزي مش قاتل يعني، هي حاجه مش لعين، حاجه اسوأ يعني، ولكن هم يعني لما جم يعني يتداولوها قالوا القاتل اللعين. لو نشوف مع بعض ترامب قال على السيسي قبل كده القاتل اللعين، ده اللي عايزين يدوا له جائزه نوبل للسلام. ترامب يصف السيسي قاتل لعين سيجعلك تتصبب عرقا، يعني حاجه مقرفه جدا بالتعبير الاكسبريشنز او التعبير الامريكي، ان عيل مقرف ولزج وفي كذا كيلر ويعني غتت قوي خليك تتعرق وانت قاعد جنبه من قرفه. ده ترامب. طيب جو بايدن اللي ممكن يجي بالمناسبه شهر 11 اللي جاي ممكن يفوز ويمسك الحكم في امريكا من شهر يناير اللي جاي. جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسه الامريكيه قال عنه ايه مؤخرا؟ وصفه كده، قال دكتاتور ترامب المفضل وهدده، قال في حال حكمي الوضع هيختلف تماما مع دكتاتور ترامب المفضل. حتى ترامب لما اتكلم عليه قبل كده قال انه دكتاتوره المفضل. طب العالم شايفينه ازاي؟ ايطاليا تصفه بالمستبد عديم الضمير. انت متخيل ده عايزينه ياخد نوبل السلام؟ ايطاليا بتقول عنه المستبد عديم الضمير. اهو بعد ان وصفته بالمستبد وعديم الضمير صحيفه ايطاليه استقرار نظام السيسي في مصلحه ايطاليا. اوكي، بس هم وصفوه بالايه؟ وصفوه انه مستبد وعديم الضمير. انما بقى يستقر ما يستقرش ان شاء الله، ما بيستقرش دي يعني دي بايدين المصريين مش بايدين حد تاني. طيب مين هم المرشحين؟ تعالوا نشوف ماذا تعرف مثلا عن سالفا كير. سالفا كير مرشح لجائزة مع عبد الفتاح السيسي. قالت الأمم المتحدة أن مقتل مئات المدنيين في وقعتين منفصلتين في جنوب السودان 2014 كان هو مسؤول عنهم، وكانت بسبب استهداف الضحايا لأنهم لهم انتماء عرقي وعندهم جنسية أخرى أو اتجاهات سياسية أخرى، ودي طبعا جريمة حرب متهم بيها سالفا كير.
19 شخص قتلوا في مستشفى بابانتيو، و 287 قتلوا في مسجد في منطقة أخرى، و 47 قتلوا في يونيميس، وكل دول كانوا لجأوا إليها طلبا للحماية، وكل دي جرائم قام بيها سلفا كير المرشح مع السيسي لجائزة نوبل للسلام. طيب السيسي نفسه يا جماعة المرشح، تعالوا نبص على السي في بتاعه كده. مجازر قتل فيها نساء وأطفال وشيوخ وحرق الجثث وتطيرت الأشلاء وملئت المستشفيات والمشارح في مصر بأجساد أبنائها. وصفته الهيومان رايتس ووتش أنه من إحدى يعني اللي حصل في رابعة والنهضة إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث. اختلفت التقديرات عن في عدد الشهداء، البعض قال يعني أرقام متباينة، تجاوز 3000 قتيل وآلاف الجرحى والمصابين. ده على لسان جماعة الإخوان المسلمين. تحالف دعم الشرعية قال حوالي 2600 قتيل، وهو العدد اللي أعلنته المستشفى الميداني في رابعة العدوية. كتير من ده، وجاي تقول لي نوبل للسلام؟